أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفزلته على شهور، وهو الشهر الذي فرست صيامه عليه، وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك. منا علي بفقاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم.